اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. عشان كل الامور تبقى محطوطه في الحسبان الحقيقه، وقبل ما اتكلم على يعني طبعا سعاده الاهلي الماتش الترسانه اللي ابتدى على طول بعد ما قفلنا صفحه طنطا، خدوا بال حضراتكم احنا السيزون ده سيزون صعب جدا، يعني التوقف الطويل اللي استمر الاربع شهور وبعد اللعيبه عن التمرينات الحقيقيه، كان في برامج محطوطه للاعبين وافترض ان هم يكونوا ملتزمين بيها اثناء فتره الحظر اللي حصل بسبب فيروس كورونا، لكن بالتاكيد بالتاكيد مش ممكن البرامج دي تكون بديله عن خوض ماتشات رسميه وتدريبات جماعيه مع جهاز فني محترف بشكل كبير بيحصل بشكل طبيعي، وبالتالي امتد الموسم لفتره طويله جدا. بنتكلم كمان عن ضغط مباريات وتلاحق مباريات كبيره جدا، بنلعب تقريبا على قوائم الاصابات في الانديه كلها، والاهلي يمكن واحد من اكثر الانديه تضررا في ملف الاصابات. الاخطر من ده والحقيقه اللي لابد ان احنا ناخده في الاعتبار، طب السيزون جاي هنعمل ايه؟ لانه غالبا غالبا ما عندناش حل غير انه التو سيزونز او الموسمين يلزقوا في بعض، يلحموا في بعض. خد بال حضرتك كمان انه ماتشات المنتخب داخله، يعني عندنا اجنده منتخب، عندنا ماتشات في تصفيات كاس العالم، نتكلم على اولمبيكس هتتلعب في 2021، بنتكلم على بطوله افريقيه، يعني بنتكلم على كم كبير جدا من الماتشات، وبالتالي اعتقد انه الانديه اللي بتلعب على البطولات بشكل عام خصوصا القاريه منها، عندنا بطوله عربيه، عندنا كونفدراليه، عندنا دوري ابطال، عليها الحقيقه انها تفكر بشكل كبير ازاي هتتعامل مع الموسم الجاي، لانه اعتقد موسم صعب جدا من الناحيه البدنيه. على كل الاحوال لعيبه الاهلي اللي شاركوا في ماتش امبارح مع طنطا النهارده كان في يعني تمرينه خفيفه ليهم كده في الساونا، ده برنامج حطه طبعا الجهاز الفني عشان يواجه بيه ضغط الماتشات. في الوقت بقيه اللعيبه ادت فيه مران بقى يعني مران قوي في ملعب التتش في الجزيره، استعدادا ان شاء الله ان احنا نلعب مع الترسانه في كاس مصر. يمكن كنا بنتكلم كمان عن الغيابات في الدفاع، عايزين برضو نقول لحضراتكم ان سعد سمير مدافع الفريق ادى جلسه تدريبات بدنيه واستشفائيه في الجيم على هامش طبعا تمرين النهارده للفريق اللي كان على ملعب التاتش الصبح النهارده. طبعا سعد يعني بيواصل التدريبات البدنيه وتنفيذ البرنامج التاهيلي بعد اجراء جراحه في وتر اكيليس مؤخرا، وادى طبعا سعد سمير جانب من التدريبات في الجيم وبعض التدريبات البدنيه تحت اشراف طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل بالفريق. طبعا زي ما حضراتكم عارفين الاهلي بيستعد لمواجهه فريق الترسانه في الساعه 8 يوم الاربعاء اللي جاي، وده طبعا ضمن منافسات دور ال 16 لمباريات كاس مصر. ضغط فعلا مباريات يا احمد، يعني يمكن الدوري وكاس مصر وافريقيا خلاص قربت، ضغط مباريات بس على الفريق ان هو يتعامل معاه. ومن حسن الحظ انك انت يعني انت لو ما حسمتيش الدوري النهارده كان زمالك مضغوطه وزمالك بتلعبي على داخله في صراع النقطه وحسم البطوله، وبالتالي كان هيبقى انت بتلعب الدوري وانت مرتاح يعني شوية. ورغم انك بتلعبي وانت مرتاح خسرتي امبارح لعيب زي رامي ربيعه، نتمنى ان شاء الله الف سلامه طبعا عليك يا رامي وترجع بالف سلامه، نطمن عليك وتلحقنا ان شاء الله باذن الله وتكون موجود مع زمايلك في الملعب في مباراه العوده. بالمناسبه ومناسبه الاصابات، يمكن كمان في نفس الاطار كابتن